وما فيش عندنا شيء متأجل. اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرة من الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، أستاذ السكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسين، ازيك؟ وحضرتك جدير بان نقدم لك التحية. بارك الله فيك. حضرتك والجيش الأبيض كله على المجهود اللي بيبذلوه في ظل هذه الظروف. مش هنقول ظروف البلد، بس ظروف العالم كله. العالم اللي حضرتك كنت بتقوله لي، ما احنا كنا مع بعض قبل ما نطلع الحلقة، المجهود اللي بيتبذل. نعم. واللي حضرتك بتقوم بيه حتى من قبل ما تيجي من الحلقة، والمرور على المستشفيات وتوجيهاتك للدكاترة اللي بارك الله فيك، اللي ان شاء الله يبقوا دكاترة كبار على قديك ان شاء الله. ان شاء الله. فده طبعا يعني، ولذلك هبتدي الحلقة فعلا يعني بالشكر ليك وبكل الطقم الطبي والجيش الابيض وكل من بيشارك في هذه، انا بعتبرها معركه. معركه مع اللهو الخفي. هو تقريبا اللهو الخفي اللي هو الغير مرئي يعني. هو يبقى بمناسبه يعني الكوفيد 19 او الكورونا يعني ومرض السكر، اتضح ان الكورونا مش زي ما كان اهل العلم في الاول متوقعين، انها هتصيب فئات اكثر من فئات. اتضح ان مفيش علاقات معينه ما بين الاصابه وما بين الامراض المزمنه. يعني ما ممكن الانسان الصحيح اللي هو ما عندوش اي مرض، التفاعل الفيروس مع الجهاز المناعي بتاعه يكون اشرس، وبالتالي النتائج تكون يعني من جهاز المناعه بتاعه اكثر سوءا من بعض المرضى اللي هم الجهاز المناعي بتاعهم نص ونص، وعلى راسهم طبعا مرضى السكر. وده يعني فضل من الله ونعمه، ان او بياخدوا ادويه مثبطات المناعه يعني اللي بتقلل المناعه، او انهم عندهم امراض مزمنه كبيره. ما لقيناش في فرق كبير حتى للسن ولا الجنس ولا الامراض السابقه او اللاحقه، لان الفكره مش فكره ان فيروس دخل جوه الجسم. الفكره ان فيروس دخل جوه الجسم والجسم اتعرف عليه وتفاعل معه. عارف يعني، في مثال بسيط قوي، ان في راجل حرامي دخل جوه بيه شقه، والراجل ده داخل يسرق الذهب اللي موجود مثلا، وملقاش ذهب، وصاحب البيت نايم ولا حاجه، راح خارج تاني من الشباك، خلصت، ما حصلش حاجه. صح. هنا الجهاز المناعي هو الراجل صاحب البيت، لم يدري بيه ولا بياخد باله، ودخل ولا هو الخلايا اللي هي الذهب ولا هي فيها حاجه. طيب، في المقابل دخل ما فيش ذهب، لكن صاحب البيت كان شرس، قامت خناقه بينهم هو السارق ده اللي هو الفيروس، والاخر تمكن منه السارق وقتله. يعني لو انت حتى انت عندك عاده في انجلترا زي ما انت قلت لي، ان لو انت لقيت حرامي جوه الشقه تحسسه انك داخل الشقه، صح ولا غلط؟ اكيد تحسسه عشان يهرب. يعني مش تروح تقف له وتقفل له البيبان حواليه والكلام ده، هيكسر الباب وممكن يكسر كمان صاحب الشقه. نتعامل معاه بذكاء. ادام انت خطيت كده يبقى عندك الناس. عندنا الاستاذه ماجي وبعدين الاستاذه ولاء. طيب، احنا هناخد اتنين ان شاء الله ان شاء الله ونخلصهم ونتكلم عشان يبقى في معلومات يعني. تمام، على ما ياخدوا الاتنين اللي بعدهم. طيب نبتدي بالاستاذه ماجي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب، انت والدكتور. وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي. جزاك الله كل خير. اتفضلي يا استاذه ماجي. لو سمحت، انا باخد كنت انسولين. نعم. 40 الصبح و20 بالليل، فانا عامله رجيم بقالي سنه. فانا خسيت 125 كيلو. فسكري دلوقتي التراكمي بقى 5.6. فكل شويه يجي، انا بقلل في جرعه الانسولين لغايه ما وصلت ل 20 وحده. جميل. فدلوقتي انا بيجيني رعشة سكر على طول، وبالليل على طول بهبط، سكري بينزل ل 53 و55 وببقى تعبانه. فالدكتور وقف لي الانسولين وقال لي خدي دايماكرون ام ار اللي هو 60، باخد اتنين كل يوم على الريق. طيب يا ترى صح ولا غلط؟
بقالك قد ايه على الدايماكرون؟ انا بقالي اسبوع ده التاني. السكر استيه النهارده؟ لا ما قستوش والله يا دكتور. طيب سنك كم سنه؟ انا سني 62 وقفل السيتوفاج وكتب لي نقطه ثانيه، اديني نقطه ثانيه بسرعه اقول على الدكتور علي مريم. وزنك قد ايه دلوقتي؟ انا وزني دلوقتي 79 كنت. طيب. 103. طيب اقفلي إيه حضرتك وهنجاوب. شكرا يا استاذه ماجد. ناخد التاني ناخد ناخد الاستاذه ولاء. سلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا دكتور. اتفضلي اتفضلي يا استاذه ولاء الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور عندي استفسارين وتجاوبني عليهم لان انا تعبانه والله يا دكتور مش قادره. نعم. انا عندي على طول يا دكتور بيقولوا لي حساسيه في الحنجره وعلى طول عندي ان انا عايزه اتقمحم كده وعندي على طول حاجه بتفرز بلغم باستمرار بس مخنقان. فانا عملت كل الاشعاعات وعملت كل التحاليل مفيش اي حاجه تثبت ان في حاجه. هما بيقولوا لي حساسيه حنجره واللي يقول لي عندك الغده اللعابيه بتفرز شويه. فانا مش عارفه اعمل ايه. خدت الادويه كلها وخدت مضاد للحساسيه وخدت حاجات للبلغم ما بتعمليش اي نتيجه. وعلى طول عندي الكولون برضو مبهدل البطن. طيب سنك كام سنه؟ انا عندي 32 سنه. وزنك؟ وزني 95. الـ يعني في الام في البطن القولون دي اعلى البطن ولا اسفل البطن؟ هي متنقله يا دكتور بس انا عامله منظار فما اتضح ان انا عندي التهابات قولون ما عنديش اي حاجه ولا تقرحي ولا اي حاجه. استني بس عملت المنظار منظار قولون ولا منظار معده؟ عملت واحد في المعده وواحد منظار من قولون يعني عملت اثنين. طيب تقرير القولون قال ايه؟ كلمه تقرحات دي مش كلمه سهله بنعديها كده. لا قال لي ما عندكيش تقرحي عندك التهابات في القولون. التهابات مصر القولون وعندك القولون العصبي. مصر كلها عندها التهابات في القولون. طيب اوكي. انت دلوقتي وعندك التهابات في المعده برضه. طيب انا عايز اعرف ان زوري ده ما بيصحاش باستمرار في بلغم في زوري. الصبح اكتر زوري بيوجعك ولا بالليل؟ هو زوري ما بيوجعنيش يا دكتور في حاجه لفه على زوري كده زي المخاطر. ما انا السؤال برضه بالليل اكتر ولا بالنهار ولا الصبح ولا بالليل؟ ايوه ولا زي بعض يا دكتور ما فيش حاجه اسمها بالليل طول النهار على كده. اما بنام ما فيش الحاجه دي ما بتجيليش طول ما انا نايمه. طول ما انا صاحيه الحاجه دي مستمره معايا. بتاخدي اي ادويه؟ لا يا دكتور انا ما باخدش الا المعده حاجه اسمها السيمبرازول. ماشي اوكي شكرا جزيلا. شكرا يا استاذه ولاء. في استاذه ماي ناخدها ونجاوب الثلاثه مع بعض. لا هيبقى كتير. طيب اخبر حضرتك خلاص يبقى نبتدي بالاستاذه ماجد ال 62 سنه. ايوه بالظبط كده هي رعشة السكر خسرت 25 كيلو والانسولين بدات تنزله شويه شويه تمام وبتاخد الدايماكرون حبتين كل يوم الصبح. انا شايف تكمل عليهم لمده شهر وبعد شهر تاخد تقيس سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين وتبلغنا بيه. ممتاز. نشوف الجو عامل ايه كده الدنيا استجابت ليها ولا لا. طيب دي اجابه الاستاذه ماجد. نخش على الاستاذه ولاء حساسيه الحنجره والبلغم. هي عندها قولون ومعده ومش عارف ايه واضح ان في شد عصبي وكده فتكثر من السوائل الساخنه يعني تمام. لو قدرت الناس سخن ورا بعضه يبقى كويس. ممكن برضه حضرتك تعمل تدفئه او زي ما تقول كده رباط حوالين رقبتها دايما لان ساعات الحنجره تبقى عايزه سبورت ميكانيكال سبورت يعني دعم ميكانيكي تمام واخد بال حضرتك لارتياء عشان تريح الاحبال الصوتيه يعني عارف انت لازم تحس ان في حاجه خانقاها مش مجرد يعني تدفيها وتمسك. جرب لنفسك ساعات كنت لابس الجرافات او القميص تلاقي حنجرتك مرتاحه عما تكون فاتح صدرك تمام. الفكره ان الغضاريف بتاعه الحنجره مفيش بينها وبين الهواء غير الجلد فقط مفيش دهن حواليها. جلد وحنجره يعني الغضروف الغضروفين عاملين كده اللي هي بنسميها في الرجاله تفاحه ادم. المنطقه دي مدريه بالعضله بتاعت الرقبه والمنطقه دي بالعضله بتاعت الرقبه. المنطقه دي خاويه مفيش لا يفصلها بينها وبين الهواء الخارجي غير الجلد تمام. وبالتالي هي عرضه للتيارات الهوائيه ساعات كمان بتحصل لها نوع من ضعف العضلات اللي حواليها فهي ما تاخدش الارتياح الكامل لوضعها كغضاريف وكاحبال صوتيه. وانا بكلم سيادتك عماله تعمل كده الاحبال الصوتيه مش متثبته صح. يعني فيها منطقه فيها فايبريشن فيها حركه واي حركه في الدنيا ينتابها خلل يعني المكتب ده ولا يحصل له حاجه الكاميرا اللي واقفه دي ما حصلهاش يحصل ايه موتور
صح. كل شويه عاوز تغير له البلي، حاجه للعربيه، مش اي حاجه بتدور. فهنا في دوران، بس دوران من نوع اخر، حركة. وهو حركه ممكن تسميها حركه مستقيمه او عرضيه، شمال ويمين، الاعمال الصوتيه. فهنا لما يحصل لها السبورت الخارجي ده في النهايه، انا بفهم ليه، لان انا عايز هي تجيب حاجه زي كولر. يعني ايه كولر؟ رقبه. كولر يعني حاجه زي رقبه كده، شريط اللي هم بيعملوا ساعات، بس لازم يبقى تايت يعني مشدود، زي لياقه قميص كده. طيب تاخد دواء اسمه بايسلفون، ده معلقه كبيره 3 مرات في اليوم، ومن دلوقتي لمده 15 يوم تاخد سيبتازول. البايسلفون ممكن تمشي عليه، او سولفين شراب، ده ممكن تمشي عليه على طول. اما السيبتازول حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 15 يوم. مع هي تاخد علاج المعده بتاعتها طبعا. الناس بقى هي تكمل على المعده، لان المعده ممكن برضه تتعب. طيب واللي كان فيه، كان بتكلم دكتور برضه على التهاب القولون. لا، اصل القولون ده حضرتك، ده انا شايف ان جميع المصريين او المنطقه بتاعتنا اللي هي المنطقه الاستوائيه والفوق استوائيه والحوله استوائيه، اخبار حضرتك، كلنا عندنا القولون بتاعنا، لان احنا عندنا المناطق دي الجو حر وفي تكاثر لانواع معينه من البكتيريا والطفيليات اللي هي عاده بتساعد على التهابات القولون وتشنجه وطريقه الاكل والمسبك بتاعنا والحاجات دي كلها. تمام. فاحنا بنتعايش معاه شويه. تمام. هو 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 جار غتت، ولكنه غير ضار. غير ضار يعني منتشر ما بين. انت عارف ان دول اوروبا وامريكا سرطانات القولون عاليه جدا. تمام. مع ان ما يتعبوش بالقولون، اول ما يجي له القولون لو جه يكتشف ان عنده سرطان قولون. طب ايه السبب يا دكتور؟ يعني هم ما بياكلوش الياف كتير، ما عندهمش خضروات، ما انت عارف هناك وشرب الكيلو مثلا الخاص اغلى من كيلو اللحمه. صح صح صح. الخضار اغلى من اللحمه. الطماطم بكام الكيلو هناك؟ ب3 باوند مثلا في الليل. بنتكلم على ولا 60 70 جنيه كيلو الطماطم بالظبط، واللحمه تقريبا ب 60 70 جنيه، اللحمه ب 30 جنيه بالظبط. فهو ياكلوا لحوم كتير. عايزين نعمل بدل. ما هو ده اللي بيحصل طبيعي في الطبيعه تقريبا. طيب. احنا بنشتغل من نيوزيلندا والجانب ده بنجيب منه. انا معايا الاستاذه مي وام محمد من اسوان، بس قبل ما ناخد الاستاذه مي انا بنوه لكل المشاهدين ان يستحملونا شويه، انا عارف ان كنتم منتظرين وبتقلقوا، بس عشان الدكتور يبقى عنده وقت واستفاضه في الشرح عشان تستفادوا من الدكتور محمد. يعني لو حضرتك برضو احنا الدقيقه بتاعتنا ب 14 قرش، يعني ده اللي هي بتاعت الاتصالات عاديه. تمام. يعني يعني احنا القناه او احنا لا نتكسب او نتعمد، خلي بالك في قنوات عشان تخش لها بتاخد ربع ساعه، بتاخد والدقيقه ب 3 جنيه وحاجات زي كده، يعني بيكسبوا، لكن احنا ما فيش مكسب خالص من الكلام ده. احنا هناخد من كل واحد 10,000 جنيه عشان ردها. بتكلمك بصراحه بقى، ده فلوس. هو دور انت تستني واللي بعدك يستني. هي لا يعني طيب. انا لو هناخد فلوس هناخد الافات، مش هناخد ال 30 جنيه ولا 40 جنيه دول. طيب ناخد الاستاذه مي. السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضلي، معاك الدكتور. بقول لك ايه يا دكتور لو سمحت، انا عندي الغده الدرقيه هي كسلانه، كنت باخد سيروكسين 300 وبس يا دكتور، انا باجي من ليل لليل واجي ببقى مخنوقه جدا، مش باخد نفسي خالص، والام شديده قوي في الصدر في الجنب الشمال، ومش حتى قبل عريق. في تضخم في الغده؟ في حجمها قد ايه في الاشعه؟ والله انا مش عارفه يا دكتور بصراحه. يعني هي في مقدمه رقبه حضرتك باينه انها كبيره. انت سنك كام سنه؟ انا عندي 22. انسه؟ لا متجوزه. طيب قبل الدوره الامور دي بتزيد؟ بتزيد الخنقه، بتزيد قبل الدوره. يعني انت حضرتك اما تكون رقبتك مكشوفه كده يبان ان فيها كلكيعه قدام هنا في المنطقه، تبقى عاليه. عاليه قوي قد البيضه مثلا؟ لا مش بالضبط، يعني اصغر من البيضه. طيب انت خدت الالتروكسين 300 يعني 3 حبات كل يوم الصبح؟ عليك. بالك قد ايه بتاخديهم؟ انا بقالي كده 8 شهور. طيب اوكي، الف سلامه. حاضر. طيب خليكي مع الدكتوره استاذه مي، شكرا. ناخد ام محمد من اسوان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، نعمه وفضل والله. اتفضلي يا ام محمد، الدكتور معاك. أمي جاية 70 سنة. ألو. أيوة معاك. معاك. أمي جاية 70 سنة ما تشتكيش من سكر ولا ضغط. تشتكي من النميل في رجليها وأسفل رجلها. وتشتكي من النميل في منطقة الشرج. وصعوبة في التبرد.
كشفت في جميع دكاترة أسوان مسالك ولسة، قالوا لها ما عندكيش أي حاجة. جاء دكتور من مصر وكشفت عندي بالمنظار شرجي، قالوا لها بواسير داخلية بس ما تعملش المشاكل دي كلها، والقولون كويس وكل حاجة كويسة يعني. طيب عندها إمساك؟ لا ما عندهاش إمساك، تاخد ليونة يعني للتبرد علشان تبرد بسهولة يعني. طب ما هو جايز ما حضرتك نعم. ما بتاخد هي الأدوية دي عشان هي عندها إمساك. والله ما عارفه الحته دي، بس مش امساك بس صعوبه في التبرد. طيب بس هي في شبابها يعني عندها غضروف في الظهر يعني، كان ما عملتهوش العمليه دي لغايه الان. لا غضروف مأثر على وظائف الشرج والحتت دي، يبقى لازم يتعمل كعمليه. طب ما عندها 70 سنه ما ينفعش عمليه. لا 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 ما هو ما هو ما هو ادام بدات. طيب اتفضلي حاضر. شكرا شكرا محمد، خليك مع الدكتور. نقول لمي هي بتاخد 300 مايكرو جرام التروكسين، والخنقه دي خنقه نفسيه لان هي دي مي المتصله اللي قبل كده. خنقه نفسيه ممكن. اصل احنا في ايه المشكله يا حسام؟ اتفضل. لما يبقى عندك عيان عنده مرض معين ويطرأ عليه اعراض مشابهه للمرض المعين ده، وهي بتكون انعكاس لأمراض أخرى بعضها ذاتي أو نفسي. تمام. يعني مثلا واحد عنده بيجي له صداع نصفي، وإحنا ادينا له علاج وصلحنا له العلاج الصداع النصفي، أما يجي له بقى صداع نصفي تاني ما بيكونش من هو الصداع النصفي الحقيقي ده، يكون صداع ناتج من الشد العصبي. ودي أصعب المرضى اللي تعالجها. تمام. أصعب مريض تعالجه اللي هو كان عنده أعراض مرضية حقيقية وقدرنا إن إحنا نعالجه ويظل يعاني من هذه الأمراض لأن لوجود عصبي ونفسي. ده عصبي ونفسي أخبار مش هيخف معاك. أخبار حضرتك هنا تضخم الغدة اللي بيخلي الإنسان ما يقدرش يبقى مخنوق أو عامل بتبقى عادة حجمها قد البرتقال. الكبر ده؟ لا 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 ده في عندنا قد مثلا ممكن تسميها قد ايه؟ يعني كده. دي بتبقى باينه ولا جوه؟ لا 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 ده طالعه بقى بزلومه كده. نحقنها احنا بقى وحاجات كده. فهي بالنسبه للبي احنا ممكن نحقنها يعني. تمام. مكلف الحق وغالي لان بنت عندها 22 سنه مش هعمل لها عمليه الا لما يبقى الدنيا كده. واخد بالك؟ طب الحقن هل رخيص؟ لا ده الافات. فاحنا نمشي على 300 مايكرو جرام او 300 اللي هو ثلاث حبات، نكمل ثلاث اربع خمس شهور نهدى شويه وتاخد دواء اسمه فيلدين فلاش، حبايه على اللسان بعد الغداء وحبايه على اللسان بعد العشاء لمده 15 يوم، وتشرب حاجات سخنه كتير ونكمل كده الثلاث شهور ان شاء الله. بالنسبه للحاله الثانيه، الحاله الثانيه محمد من اسوان لامها مشكله البواسير، هي في تناقض هنا في الكلام واخد بالك، تقول لك ما عندهاش امساك وعندها تاخد ادويه يعني مسهلات يعني. تمام. زي بعضه. خلينا نقول ان 70 سنه في معظم الناس بيبقى عندهم شويه امساك لازم يكونوا موجودين يعني مورلس. قالت لك في بواسير داخليه هي ادام الدكتور بدا يقول في شويه يبقى ما فيش. ما احنا عملنا يعني منظار يا دكتور حسام. تمام. وخدنا فلوس. تمام. وبعدين اقول في شويه يبقى ما فيش. يبقى ما فيش. في شويه التهابات يبقى ما فيش. تمام. في شويه مش عارف ايه يبقى ما فيش. صح. كلمه شويه دي نشيلها من الطب. ما ينفعش. ما ينفعش. اما اما لا. عندنا علامات معينه بنتكلم عليها. تمام يا دكتور. قالت لك في غضروف، الغضروف ده مؤثر على وظائف الشرج والميه، لا تتعمل على طول عشان يكون حال الواحد هيعيش يوم. من 70 سنه. صح. خبر حضرتك الحل هنا عندي ايه؟ تعمل لي حضرتك رسم عصا للاعصاب للجزء الاسفل من الجسم، رسم تمام. كهربي للاعصاب الطرفيه المغذيه للجزء السفلي من الجسم. تمام. وكان في شكوى تمام تنميل في الرجل يا دكتور. ما هو ما انا فاهم ما شاء الله عليك، ما انا عاوز اخد دول بقى لان اصل التنميل عشان اسمعه ان هو سبب غضروف ممكن اقعد 10 دقايق. تمام. عشان اشخصه مظبوط. طب هو عنده حاجات تانية؟ طيب ما نعمل الرسم الكهربي 90% هيفيدنا وعباره واحده.
تمام. طيب من قبل ما ناخد اي اتصالات احنا بننوه الحلقه على ما اعتقد بتتعاد مرتين، مره بالليل ومره الصبح، للاعاده انك انتوا تسمعوا اي ادويه الدكتور بيذكرها او الروشته اللي على اليوتيوب اظن اليوتيوب وبرضه بتتعاد على القناه. نعم. طيب ناخد الاستاذ احمد وبعد كده حماده من الفيوم. الاستاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد، اتفضل. ازيك يا استاذ، كيف صحتك؟ الحمد لله والله نعمه وفضل. كيف حال الدكتور؟ تمام والله. الدكتور معاك يا استاذ احمد، اتفضل. لو سمحت بس يا دكتور، انا بعاني من الم شديد في المعده والقولون من 7 شهور. سنك كم سنه؟ سني 38 سنه. متجوز؟ متجوز من 9 سنين. وزنك قد ايه يا فندم؟ نعم؟ وزن سيادتك؟ وزني يعني رشيق، مش لا زياده ولا جميل. يعني مثلا في 70 كيلو. طيب خدت ادويه للمعده والقولون؟ انا عملت منظار معده، طلع واخدوا عينه من الـ من الـ قال لك في جرثومه. خلاص في جرثومه. قال في جرثومه من الجرثومه والتهابات شديده في المعده والقولون. طيب وادوك علاج للجرثومه وللالتهابات صح؟ خدت علاج كتير جدا، انا لو مشيت فتره او وقفت المعده بتتعبني. طيب عملت سونار على البطن ولا ما عملتش؟ لا، هو دكتور اللي انا كنت بتابع معاه كان بيكشف لي بالاشعه التلفزيونيه. طيب السونار طبعا. قال لك المراره سليمه وكله سليم؟ قال كل حاجه سليمه في جسمك ما عدا بس هي التهابات على المعده والقولون. وقبل 8 شهور كنت كويس جدا. وكنت كويس جدا فعلا يا حضرتك. خسيت؟ نعم. وزنك قل ولا وزنك ثابت؟ لا والله يا حضرتك انا وزني يعني قل شويه، لان انا ما كنتش باكل خالص، كان نفسي على الاكل السدس بالمره. لما بتاكل الالم بيجي ولا ايه؟ نعم. اما بتاكل الالم بيجي؟ لا انا ساعه كنت انا باكل اكل عادي جدا خالص، انا بس اللي بتعبني الحركه والوقوف على رجلي. إذا مشيت مسافة، إذا وقفت على رجلي كانت ساعة يعني مثلا أو مشيت ساعة. الألم يبقى موجود فين؟ الألم حضرتك بيبقى موجود تحت السرة في الجنب الشمال. ده مع فوق السرة أحيانا يعني. ده مع المشي وبيجي لي مع المشي حضرتك والوقوف، وبيجي لي ثاني برضه مع احترام حضرتك يعني حاجة تبقى شرف زورة كده زي ما تكون في طوبة أي حاجة بتعالج حسب عليك يعني. اما اخذت ادويه المعده اتحسنت وقتها ولا ما اتحسنتش خالص؟ والله يا دكتور انا بتحسن شويه وبتع يعني بتحسن وبرجع تاني. طيب والالم اللي بزور ده برضه بيرجع تاني يعني. طب اوكي ماشي يا حبيبي، الف سلامه. شكرا يا استاذ احمد. طيب ناخد الاستاذ حماده من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا باشا؟ الحمد لله نعم وفضل والله يا استاذ حماده، اتفضل. عليكم السلام، عايز اسال الدكتور بس عشان الصف معاك. والله الدكتور معاك يا استاذ حمد. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك. يا دكتور انا عندي السمنات بتاع رجلي دي عيد نار على طول باستمرار، السمنات بتاع رجلي. سنك كم سنه؟ 52 سنه. وزنك؟ وزني يعني مش تقيل قوي، بتاع 52. وزنك 52 كيلو؟ ايوه. حضرتك رفيع يعني؟ ايوه رفيع خالص ومزمن يعني. طيب حرقان السمانات ده ليل ونهار موجود؟ لا بالليل وفي نفس الوقت انا مريض سكر. بالظبط كده، يبقى الدخله بتاعت سيادتك ان انت مريض سكر. بقالك كام سنه؟ بقالي 5 سنين بس سكر جاني على طريق زعل كده. مش مهم. حضرتك السمانه بتألمك مع المشي ولا وانت قاعد عادي؟ لا مع المشي عادي، لكن في اوقات معينه ساعات ببقى قاعد، وفي نفس الوقت انا بدي لها كلمات كتير مش نافعه، وفي نفس الوقت مش عارف هي بتقيد نار ليه كده على طول. طب ارجو بس حضرتك الاجابه على قد السؤال، انا عايزك اجابه بكلمه او كلمتين. انا عايز مهم، رجلك لما بتبقى متدلدله الحرقان يبقى فيها اكتر ولا هي مرفوعه على السرير؟ لا وهي مرفوعه. الحرقان اكتر وهي مرفوعه. طيب بالليل اكتر ولا بالنهار؟ لا في الفتره اللي هي بريح فيها بالليل.
يعني بالليل احسن ولا اكتر؟ لا اكتر الوجع بيزيد. طيب اما بتمشي بقى ساعات الالم يجي مع المشي بعد ما تمشي 200 300 متر كده؟ بيحصل ليه يا دكتور. طيب الف سلامه. الله يسلمك. نفس الوقت في ايدي اعراض بالنسبه لصباعي ده، خدت العقد وصباعي ده كل ما اجي ادوس عليه. خلينا حته حته الله يبارك فيك عشان بس الموضوع ده مهم. الف سلامه. يبقى خلينا بس دي. شكرا شكرا شكرا. خليك مع الدكتوره يا استاذ حماد. الحاله الاولانيه يا استاذ احمد الم شديد في المعده، متزوج 70 كيلو 38 سنه، كان في جرثومه في المعده. بص يا استاذ حسام، كل البصر عندها جرثومه في المعده، عندها جراثيم في المعده، وعندها انتاميبا هستلاتيكا في القولون. تمام، واخد بالك؟ ولذلك تحليل براز ولا له اي لازمه، وجرثومه المعده ولا لها اي لازمه. هو مشكلته الم شديد في المعده. هو الم شديد في المعده وبيقول زوري وحاجات زي كده، وبياخد ادويه المعده وبيتحسن وبترجع تاني. في ناس احنا هناخد دواء جديد خالص، حاجه اسمها دوبرين، دي حضرتك حبايه قبل اكتب ساعه ثلاث مرات في اليوم، وستيلا بيت حبايه الصبح حبايه بالليل. تمام، لمده 21 يوم، ويكلمنا بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا لو باخد حاجه للمعده خليه يكمل عليها زي ما هي. طيب بعد كده كانت الحاله بتاع الاستاذ حماده من الفيوم، المشكله عنده السمانه، التهاب في السمانه. الاستاذ حماده دخل معانا 50 سنه 52 الوزن، دخل معانا زي ما بكون احنا مثلا حضرتك بنمتحن طالب دكتوراه وعايزين نسقطه. يوم يبدا يدقلك ايه بعرض يخضك، وهو سببه معروف. طب احنا دلوقتي حرقان السمانه ده ايه نقص؟ بيبقى من نوعين، من سببين. السكر، كيف يؤدي السكر الى حرقان او تنميل او خدلان للساقين؟ الساقين اللي هم الساقين، مش الرجلين. اطراف بقى. الرجلين يعني الفخذ والرجل، الرجلين بالكامل يا دكتور. يعني الالم دي هو حاجتين اللي بيعملوهم يا فندم، او ثلاث حاجات. اتفضل يا دكتور. واحد، التهاب في الاعصاب الطرفيه. اتنين، التهاب في العضلات نفسها. ثلاثة، نقص الدم اللي رايح للاطراف دي او جزء منها. تمام، الثلاثه دول والسكر ممكن نعملهم مع بعض، وممكن ينقي واحده منهم على قصاد ناحيه ثانيه. يعني مرض في العضلات، يا مرض في الاوعيه، في الاعصاب المغذيه للعضلات، يا اما اطراف، مرض مؤثر على الاوعيه الدمويه اللي هي الشرايين اللي موديه للعضلات. تمام. ما هو بعد اذن سيادتك، الاوعيه الدمويه اللي راحه اهم حاجه ليها تشغل المكن. أكيد. المكن اللي في جسمنا في مكن شغال ليل ونهار زي القلب. تمام. وفي مكن بيشتغل بطريقتنا احنا بقى اللي هو العضلات. اكيد. طب المكن اللي شغال ده المفروض الاوعيه الدمويه دي اللي بتدي له غذاء للمكن ده هتوجعه امتى؟ ما المكنه تشتغل، يعني مع المشي مثلا. وده بنسميه كلوديكيشن بين، يعني الم مرتبط بالمجهود العضلي بالنسبه للسمانه. تمام. فده ما يمشي يا حسام 300 متر او 400 او 250 يبدا يلاقي الم في السمانه في الناحيتين او ناحيه واحده. ده ناتج من ايه؟ من الاوعيه الدمويه. اوعيه دمويه يعني اوعيه دمويه يعني مش شرايين. الدم ما بيوصلش، العضلة عمالة تعمل تاخد دم تاخد دم تاخد، بعد شوية الدم مش كافي يغسل. صح. انا الموضوع اطول من كده بس انا بختصره. تمام. فيبدأ حضرتك تكون فيه الـ 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 العادم بتاع الموتور اللي شغال. صح. فيدي الالم، المريض يقف ما يقدرش يكمل. اخبار حضرتك خلص. ويرتاح اما يرفع رجله. اخبار حضرتك. طب مش لما بيرفع رجله يا دكتور الدم بيرجع ولا لا؟ هو هنا عشان يغسل لو كان الأوردة بايظة، لكن لو فضل واقف في مكانه تشتغل برضه لان الدم نازل. طيب امال الراجل لو خدت بالك، انا اكدت قوي قلت له مع المشي ولا غير مشي؟ قال لي من غير مشي. من غير مشي. قلت له ما تدلدل رجلك احسن ولا ترفع رجلك؟ الم بتزيد. يعني قال من غير مشي وبالليل الالم اكتر حرقان. تمام. وما يرفع رجليه لفوق، ده اسمه ريست بين. الريست يعني ايه؟
لا انت انجليزي بقى لازم تترجم رزق الايه عكس التعب الراحه اللي هو الالم المصاحب لراحه الساقين. يعني رجله ما بتشتغلش هو عكس المكان اللي انا قلته تمام وفيها حرقان طب امتى ده يحصل؟ اما يرفع رجله لفوق ليه؟ انت لسه قايلها الدم بيقل صح. هنا ضيق في شرايين الشرايين المغذيه للساقين ويخف الالم لو نزلهم لتحت اللي انت قلتها برضه ينزل دم فاسمه ريست بين بيحصل في مرضى السكر مع تقدم يعني او ضيق شديد او كبير في اورده او شرايين القدمين يدي الالم ده وهو يعني ما بيتحركش. الاكتر الاقل منه خطوره اللي هم اللي بيمشي اللي انا قلت عليه كرونيكي شامبين تمام. طب الريست بين هنعمل فيه ايه؟ هيعمل لي حاجه اسمها الدوبلكس اسكان اللي اشعه موجات صوتيه على الشرايين والاورده للساقين. ممتاز. هتشخص بنسبه 90%. طب لحد ما يعمل كده هياخد دواء اسمه ترنتال 400 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل مؤقتا. هياخد دواء تاني نشوف له حاجه رخيصه بقى ترايفستال تمام اس ار حبايه قبل النوم كل يوم. ممتاز. نشوف هنعمل ان شاء الله. طيب معانا الاستاذه مي والاستاذه سعاد. ناخد الاستاذه مي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ناخد الاستاذه سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين اللي معايا؟ الاستاذ سعاد. ام ملك لو سمحت. ام ملك. ايوه لو سمحت حضرتك يا دكتور عايز اسالك سؤال. انا على طول تعبانه وكل ما اروح للدكتور يقول لك انت يقول لي كل اعضائك سليمه بس عندك حاجات شويه التهابات بسيطه يعني وجع بيجي لي في صدري يقولوا لي ما عندكيش حاجه في القلب وجع في معدتي وجع في بطني فقالوا لي انت عندك الدكتور بتاع البطنه شخصني ان انا عندي وسواس قهري فمديني علاج للوسواس انا مش عارفه خايفه اخده وانا طب بالفعل عندي وسواس خايفه من حتى من الادويه اللي باخدها بخاف منها فاخد العلاج ده يا دكتور ولا ايه؟ طيب انت سنك كام سنه؟ عندي 33. 33. طب بتعملي ايه تاني غير احساسك بالمرض كوسواس قهري؟ يعني مثلا يا دكتور لو حاجه تعبتني بطني او اي حاجه اقول خلاص انا هموت. لا 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 الوسواس كومبالسيف نيوروزيس يعني ده مثلا تقعدي تغسلي ايدك 10 مرات مش عارف ايه ده بيحصل؟ لا يا دكتور بس خايفه بس من ايام كورونا ما طلعت وانا خايفه منها. هو مين اللي مش خايف من كورونا؟ ده حاجه طبيعيه. لا خايفه من اي حد دخلت ببقى شاد يعني مثلا لو رحت بحسه بختبر نفسي. لا 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 ده مش وسواس قهري مش وسواس قهري ما انا مش هروح مش هاخد كلامك. طب يا دكتور اخد العلاج رايك اخده ولا ما اخدوش؟ ما انت ما عندكيش وسواس قهري كده. بالتعريف العلمي بتاعه مش وسواس قهري. انت واحده عندك فوبيا. انا بيجيلي شعور بالخوف كده يا دكتور عندي خوف كده. لا الوسواس القهري اوبسيسيف كومبالسيف نيوروزيس ده ان انا ابقى خايف لدرجه ان انا اعمل فعل 20 مره. كل شويه اقوم على باب الشقه تشوفه مقفول ولا لا وارجع انام اقوم من النوم افتح اشوف باب الشقه مقفول ولا لا اقوم تاني اقوم اشوف باب الشقه مفتوح ولا لا حاجه كده ده يعني في فعل يا حسام صح اكيد. لا انا بالنسبه بس للمرض يا دكتور بخاف اللي يجي لي مرض وحش. انت عندك فوبيا مش مشكله دي انا شايف لو تعرفي تعالجي نفسك قبل ما تاخدي ادويه افضل. طب اعمل ايه يا دكتور بعد اذنك ايه يعني انسى الموضوع وما يجي لك الم في الصدر ما يجي تسنك كام سنه؟ 33. ما بيحصلش ألم في صدر الستات 33. ألف سلامة. شكرا شكرا يا أم ملك. ناخد الأستاذة معي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أنا كنت لسه كلمكم من شوية طلع الغدة. حضرتك كنت لسه بتتكلم ماشي اتفضلي. معلش بس أسأل الدكتور. معاك الدكتور. بقالي 3 أيام برضو مش بحس بلساني خالص وعندي ارتجاع فجأة مش بقى قادرة أمسك نفسي خالص. خلي حد جهاز هضمي يشوفك يا مي. ايه؟ حد جهاز هضمي يشوفك. خلاص ماشي. الف سلامة. شكرا. ماشي. شكرا. نيجي بقى نقول حضرتك يعني ايه دلوقتي احنا ما بنتكلم على السكر ومضاعفاته. تمام. احنا ما اتكلمتش مع حد من بتوع السكر اللي هو المرضى اللي اتصلوا بينا على ضبط معدلات السكر. احنا المفروض يا حسام عشان ما نوصلش للدرجات دي المرضية المتقدمة للناس اللي اتصلوا بينا لا نصل ليها الا عن طريق او نحافظ على معدلات سكر طبيعيه منذ حدوث السكر. تمام. طيب هل حدوث السكر مرتبط بارتفاعات معدلات السكر في الدم؟ لا.
يعني معنى ايه؟ مش مرتبط. مش مرتبط، لان انت السكر في حد ذاته انه عالي في الدم، يعني لو احنا جبنا مثلا حضرتك جهاز يقعد يضخ سكر كده ويعلي السكر في دم المريض، هل هيحصل له مشاكل؟ نعم، بس مش المشاكل بتاعت مرض السكر الاصلي، مش بتاع مريض السكر. يعني عايز اقول ان ارتفاعات السكر في الدم له خطورته، مجرد ارتفاعات السكر في الدم كانك جبت شويه سكر دوبتهم في الكوبايه زياده، تمام. ولكن هنا القصه مش كده، مش قصه شويه سكر زياده في الدم، ده قصه منظومه مختله او خلل في منظومه تعامل الجسم العادي. يعني عارف انت حضرتك، انت دلوقتي ماشي بموتور عربيه، بس لقيت الموتور مثلا درجه حرارته عليت شويه، اللي هو السكر اللي عالي، تمام، بس سرعتك ماشيه زي ما هي، الكلام كله ده سليم ومش عارف ايه، هتهتم بالحراره والدنيا ماشيه؟ يعني اقصد مش ما رفعتش، تمام، بدل ما كانت 80 مثلا بقت 90، ولا نعمل ولا مش ههتم. فهو هنا، لكن امتى بهتم؟ اما 90 تبقى 110 حراره العربيه، لما تبتدي تسبب خطوره، هيحصل بقى كده في الرادياتير وكده. لازم هنا برضو السكر له خطوره كسخون كزياده معدلات، ولكن الكارثه فيما وراء السبب اللي هو ارتفاع السكر. يعني اللي يهمني هنا حراره العربيه دي، ممكن السبب يكون تافه، ممكن السبب يكون كبير. فهو السكر عشان يعلى بيبقى اسباب كبيره. طيب السبب الكبير هنا، تمام، لما السكر بيعلى، هل السبب الاصلي هو اللي بيسيب المريض بالمضاعفات ولا ارتفاعات السكر؟ الاثنتين، الاثنين مع بعض. سبب ارتفاعات السكر التي تؤدي الى ارتفاع السكر، وارتفاع السكر الاثنين يزودوا، يبقى انا لازم اظبط الاثنين. طب هو اللي بيجي الاول، هل السكر بيعلى الاول ولا اسباب ارتفاع السكر؟ اسباب ارتفاع السكر بديهي ان الاسباب هي الاول، الاسباب الاول اللي بتؤدي لارتفاع السكر. طب هل هي لما بتيجي النهارده السكر بيعلى بعد 5 ايام؟ لا، بتاخد مراحل 5 سنين. يا ارجع بقى من دقيقه ونص، قلت لك اللي بيؤدي الى المضاعفات الخطيره اللي احنا سمعناها دي اسباب السكر والسكر، تمام. فاسباب السكر بتقعد 5 سنين من غير ارتفاعات السكر، يعني السكر ده ما بيجيش منه لحاله. الاسباب للاسف بتكون تمكنت من الانسان واحدثت خلل ومضاعفات والوظائف تبوظ والسكر يفضل طبيعي ولسه ما ارتفعش، ومره واحده ارتفع. مش لازم حكايه مره او مش مره، انا يهمني الفتره الزمنيه. انا عايز اقول ان في نار تحت الرماد، صح، على ما النار تطلع الدخان اللي هو السكر اللي عالي بتاخد لها لحد 5 سنين. طب ايه الخطوره هنا؟ ان اثناء الفتره دي اللي السكر طبيعي، كلنا عمالين نقيس السكر صايم بعد الاكل بساعتين، ونسيين خالص ان في هناك فحوصات وتحليلات معينه ان احنا ممكن نستبق ارتفاعات معدلات السكر في الدم، اللي هي في الفتره دي كل المضاعفات هتتولد. هيخطر في ذهنك تقول طب ما تبقى تعرف احساس المضاعفات والسكر نكتشفه بعد 5 سنين، يبقى نعالجه. صح، المضاعفات دي يا فندم بتتولد ما بتموتش، خلاص انتشرت، وايه بعد شويه ملهاش علاقه السكر اتظبط ولا ما اتظبطش. بدليل تلاقي واحد، انا عارف ان عندك حد، لا عندنا 2 بس الكلام يعني، طب نخلصهم هنعمل ان شاء الله، ما ناخدش حد تاني. كلام خطير. طيب احنا معانا الاستاذ محمد ومعانا ام محمد، والاثنين يعني ايه ما لهمش دعوه. ناخد الاستاذ محمد الاول. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام محمد. انا كنت كلمت الدكتور قبل كده بخصوص اختي، عندها مشكله في الحمل، والدكتور قال لي اعمل دي. تعمل ايه؟ اليوم الاول للدوره، مشكله في الدوره، مشكله في الحمل، وقال لك تعملي ايه؟ اعمل التحاليل دي لو سمحت. التحاليل. اليوم الاول للدوره، اللي هو ال اتش اف اس اتش، ال اتش اس اتش 11.6 من 10.
الصوت بيقطع. وال ان اتش 7.3/10. خليها تقولهم تاني. ام محمد عايزك تبقي ريلاكس كده واقري واقري التحاليل تاني كده سنه سنه. برافو عليك يا سيدي. ريلاكس ريلاكس اتفضلي. طيب قطع الخط. طيب نقدر ناخد ام محمد تاني بس بعد الفاصل يا دكتور. اتفضلي. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعت لكم مره تاني بعد الفاصل. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا سيدي. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا كنا واقفين على ايه بقى؟ والله احنا كنا من المفروض ان احنا معانا ام محمد لسه على التليفون. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن سؤالي؟ اتفضلي اتفضلي يا ام مش محمد. مش هي ام محمد اللي كنا بنقول التحليل ولا غيرها؟ لا على ما اعتقد انت اول مره تتصلي. ها انا من اول مره. مرحب بك. يعني التانية راحت فين؟ لا ما هي لا اكيد فصلت. اوكي لو سمحت يا دكتور، انا سني 35 سنة ومتجوزه معايا 4 اولاد. طبعا بيجي طبعا حاليا لي شهر كده بحس باعراض مراره كتير في الحلق. يعني مراره؟ في الحلق. نعم نعم. وعندي زي نظام كده حالة توتر عصبي زاد واحدة واحدة، مش عارفة ايه السبب كده، منهارة خالص عاملة أي حاجة كده. طيب يعني هو حضرتك المرارة اللي في الفم دي ليل ونهار ولا في وقت معين؟ لا هي بتجي الأغلبية طبعا لما بصحى من النوم، يعني بتبقى عندي حاجة بعد ما بروح الشغل وكده فترة الظهر وفترة الليل كده. يعني سيادتك كنت قايمة من النوم واما بتفطر؟ لا من النوم ما بحسش بحاجة، بس بعديها بفترة كده بعد فترة الظهر. يعني حضرتك قايمة من النوم ما فيش مرارة، المرارة بتيجي الظهرية. وبالليل كده بتحس معايا بالليل خالص. انت بتاكلي كم وجبة يا فندم في اليوم؟ انا والله مش وجبات العادية اللي احنا بناكلها. بتاكل ايه؟ كم يا ام محمد كم وجبه في اليوم؟ وجباتنا اللي احنا بنصفها في الثلاث فطار وغدا وعشاء، والمشكله الرئيسيه مراره في الحلق بتيجي الظهر وبالليل. طب بعد ما بتاكل المراره بتفضل موجوده؟ لا وقت الاكل بحس بيها. وبعد الاكل بتبقى موجوده بفتره كده؟ يعني لا، يعني انت حضرتك معلش عايز الكلام اللي هو الممسوك، حضرتك اكلت دلوقتي بتختفي المراره، ترجع لك بعد قد ايه من دلوقتي؟ ممكن ربع ساعه نص ساعه زي كده. تيجي على طول يعني؟ وحاليا هي كانت من بدري بس حاليا زادت يعني الموضوع ده. طيب حاضر. طيب ناخد آية من القليوبية. ايوه فاضل. ناخد الأستاذة آية من القليوبية. السلام عليكم. أستاذة آية. طيب نجاوب. نجاوب على ام محمد يا دكتور. ام محمد بالنسبه لمراره الفم في بعضها بيكون امراض نفسيه وامراض، وثانيا يكون ممكن حاجات في الحلق او حاجات في يعني امراض يعني في المعده بكتيريا او في الجيوب الانفيه او التهابات في البلعوم او منطقه التجويف الانفي، واخد بالك؟ ده كله يعمل الحكايه دي. كلها بتروح وبتيجي ومفيش بلغه مفيش كحه، فهي تميل اكثر انها تكون في المعده. تمام. احنا هناخد دواء سهل وبسيط وما بيعملش مشاكل لاي حاجه، اسمه بريم بريم 10 مللي جرام حبايه قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم. ناخد ده ان شاء الله ونشوف، لو غير كده يبقى لنا طلبات تانية بس ان شاء الله هتحسن. تمام تمام. هات اللي وراها على طول عشان. طيب ام يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام يوسف. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت كان الدكتور. اتفضلي يا ام يوسف، الدكتور معاكي. لو سمحت انا سايله غده درقيه من 10 سنين يا دكتور. كملي. وعندي وباخد ال 50 على 50 50. استني بالراحه عليا بالراحه.
الصوت ماله تعبان يا جماعه كده، وابعد عن التلفزيون لو سمحتي. ام يوسف، طيب عاود الاتصال تاني يا ام يوسف. ناخد مدام ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منى. لو سمحت. الو، ابعد عن التلفزيون شويه بس يا مدام ايه عشان نسمعك. ابعد عن التلفزيون شويه وطيه. لو سمحتي. الو، اتفضلي سامعينك. بخصوص التحليل يا دكتور لو سمحت، انت كنت قلت لي في اليوم الاول من الدوره كان الاف اس اس 11 6 من 10. واليوم وبعد كده الاف اس 7 و3 من 10. لا يعني هو حضرتك انت عملت التحليل في نفس اليوم ال ال اتش 7 و3 والتاني 11 خلاص؟ ال ال اتش 7 و3 من 10 وال اف اس اس 11 و6 من 10 في اليوم الاول للدوره. طيب كويس. بعد كده اليوم ال 12 ال اف اس اس 5 و3 من 10 وال ال اتش 7 و9 من 10 وال اي 2 79%. 79 مفيش 79%. 79 من 100 ولا ما فيش حاجه اسمها 79% من 100؟ هو 79. ايوه 79 من 100. ايه من 100 دي؟ 79.0. ايوه كده، يبقى 79 يا ستي. بعد كده البروجسترون يا دكتور في اليوم ال 21 11.9 من 10. طيب احنا الحقيقه الـ 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 الارقام دي مش مطمئنه. اولا 90% ما فيش تكيس في الموبايل، يعني ما فيش تكيس في الموبايل. انت كان سنها كم سنه المريضه؟ هي حوالي 36 يا دكتور. 36 36 39 39 36 36. طيب انا اتفضلي اقفلي. شكرا شكرا مدام، خليكي مع الدكتور. اقفلي. هو يعني 36 36 هي في علامه طيبه هنا ان الاف اس اتش مش عالي، لانه لو كان عالي يبقى ده انقطاع دوره مبكر. تمام. او عدم تبويض مبكر او فشل مبيضين مبكر. واخد بال سيادتك في الحاله دي الاف اس اتش بيبقى عالي جدا، يعني 200 150 300 المبكر ده. فهنا معنى ان الاف اس اتش 10 و20 والشوال اللي احنا بنلعب فيهم احنا مع بعض ده، تمام، دي علامة مش وحشة لكن ما نقولش كويسة. خد بالك. طيب ال ال اتش وال اف اس اتش كون ان المستويات دي معناها ان مفيش تكيس في الموبايل بنسبة 90%. البروجسترون طلع 10 11 12 هو فوق 5، يعني تمام. بيبقى مريح، لكن انا كنت عايزه يبقى 30 40 يبين لك ان في تبويض. تمام. هنا هتبدا تعمل متابعة تبويض بالسونار الدورة الجاية اليوم ال 11 وال 12 وال 13 وال 14. دي بتروح عند دكتور او بيشوف بالسونار المبيض بيجيبه ولا لا. 36 سنه ده سن كريتيكال. تمام. يعني متقدم. فعمليه صح. حتى الخصوبه بتقل بعد سن 33. فاحنا نحاول ان شاء الله يكون ربنا بيكرمنا. طيب دكتور محمد ان شاء الله. دي كانت اخر مكالمه بس كان في حبه حاجات كويسه عاوزين نقولها. لو عايز تلحق يبقى بدل الكبسوله نص كبسوله 30 ثانيه. لا هو نص كبسوله الناس ما تزعلش مني. طيب. انا ما بحبش تليفونات ولا مسجات ولا يوتيوب ولا اوزني معايا واتساب ولا الكلام ده للمعامله الطبيه. شغلنا كله على الهواء. المريض اللي مش هعرف اعالجه على الهواء هنا هيحتاج تحليلات كتير جدا وفحوصات كتير، واحنا غاليين جدا ما يفكرش يجينا. تمام دكتور محمد. هيحاول يبقى دايما في الهواء. دكتور محمد اشكرك. العفو. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.